تقول الحمامة للعنكبوت: أخي تذكرتني أم نسيتي؟ عشية ضاقت علي السماء فقلت: على الرحب في الغار بيتي. وفي الغار شيخان لا تعلمين حميتهما يومها أم حميتي. جنينان إن ينجوا يصبح أمة ذات شمل جميع شتيتي، وقوم أتوا يطلبونهما تقف الريح عنهم من الجبروت. أنقل عيني في القوم ما بين وجه مقيت ووجه مقيتي. أتوا فارتعشت فقلت: اثبتي تحرز الخير يا هذه ما حييتي. فليس بأيديهم أن تعيشي وليس بأيديهم أن تموتي. سنحمي الغريبين من كل سيف بريش الحمام وأوهى البيوت. سنبني المآذن في المشرقين بخيط رفيع وخبز فتيتي. أنا من أتيتك أشكو السماء فصرت أقاسمها بعض قوتي. تقول الحمامة للعنكبوت: أخي تذكرتني أم نسيتي؟ أخيت هل تذكرين الغريبين؟ ما فعلا بعدنا يا فديتي؟ أخيت ماذا جرى لهما؟ أترى سلما؟ يا أخيت هل تعلمين؟ لقد كان في الغار وعد بأن السماء ستنثر مثل أرز العروس على العالمين. لقد كان في الغار دنيا من الصين حتى بلاد الفرنجة، أسواقها وميادينها وقوافلها وعساكرها وصياح المنادين، بسط الجوامع، آي المصاحف، أضرحة الصالحين، ارتجاف الأغاني، ابتسام المسنين، خبز اليتامى، نقوش الأواني، وشاي الصباح يعطر بالمريمية والياسمين. أخيت ماذا جرى لهما؟ أترى سلمى؟ يا أخية هل تذكرين؟ غدات أناديك: هل لك هل لك أن ندخل الغار أهلي وأهلك؟ فالغار أوسع من كل شيء، هو القدر الدائري الذي كان قبلي وقبلك. هل لك هل لك؟ ثم انهمكت لكي تنسجي للغريبين ليلا حنونا يكون من الليل ليلا بديلا. وقمت أنسق عشا فسيحا دعوت إليه الطيور قبيلا. أخية فلتنظري الآن حولك، ما تبصرين؟ أخية ماذا جرى لهما؟ أترى سلمى؟ يا أخية ماذا جرى؟ لأرى ما أرى، فلقد طفت ما طفت تحت السماء، لم أجد أحدا منهما، وكأنهما لم يكونا هنا، لم يحلا ولم يرحلا. يا أخية ضيفاك ما فعلا؟ أولم يصلا للمدينة أم وصلا؟ يا أخية ضيفاك ما فعلا؟ أترى أسرا؟ أترى قتلا؟ أترى بقيا صاحبين أم انفصلا؟ يا أخية ضيفاك ما فعلا؟ تقول الحمامة للعنكبوت: أخي تذكرتني أم نسيتي؟ لقد طفت كالشك كل البلاد، وأنت هنا كاليقين بقيتي. فلم أوت علمك مهما علمت، ولم أرق يوما إلى ما رقيتي. فأنت لبنياننا كالثبات، وأنت لبرهاننا كالثبوت. أتيتك أسأل عن صاحبينا، فلا تقتليني بهذا السكوت. أراك أخية لا تنطقين بأي الدواهي الإناث دهيتي. وأعرف ما ضرك المشركون، ولكن من المؤمنين أتيتي. تقول الحمامة للعنكبوت: بربك يا هذه لا تموتي. تقول الحمامة لما رأت روح حارسة الغار فاضت، وقد أصبح الغار من بعدها طللا. يا أخية ضيفاك ما فعلا؟ ثم قالت: تعزي قليلا وخلي من الدمع ما هملا، ثم ميلي إلى كل طفل وليد وقصي عليه الحكاية. قولي له: في زمان مضى حل في غارنا عربياني وارتحل.